الإنترنت والألعاب القتالية على موبايل الطفل مشكلة بتواجه كتير من الأهالي، في اللي بيلجأ للرياضة وفي اللي بيلجأ لحلول تانية. حبينا نسأل الأهالي إزاي بتتعامل مع المشكلة دي، تعالوا نشوف قالوا لنا إيه. الألعاب يعني هي كده كده موجودة في كل مكان حوالينا، فالواحد بيحاول على قد ما يقدر يقلل الوقت اللي هما بيتفرجوا عليه، وبيختار الأنواع اللي هي ما فيهاش عنف جامد، اللي هي ممكن يبقى فيها أفكار شوية. بنحاول إحنا على قد ما نقدر نلعب في البيت، بنعمل خروجات دلوقتي، ابتدينا نخرج شوية، نروح أفرع النادي وهكذا. يفضل إن إحنا بنحدد لهم وقت معين، لأن لو ثابت للأطفال بشكل كبير طبعا في ألعاب يعني خطر طبعا لسنهم، بتبقى أفكار طبعا متطرفة شوية، وبيبقى في مشاهد مش حلوة بالنسبة للأطفال. يعني كل حاجتهم بتعتمد إن هم باصين في شاشة مركزين فيها طول الوقت، وعندهم استعداد يقعدوا قدامها ساعات طويلة جدا من غير حتى ما يأكلوا، من غير ما يشربوا، من غير ما يركزوا في أي حاجة غير اللي هم بيعملوه. فأنا لا ممكن أقول له طب ممكن إيه رأيك لو نبدل اللعبة دي بألعاب شوية، مثلا نحل مثلا فيها كلمات، ممكن حاجات ألعاب فيها letters مثلا numbers وهكذا. بالإضافة بقى أن هم أصحابهم لو في المدرسة لو حد بيلعب الألعاب العنيفة دي أو بيوريهم الحاجات ديت على الموبايل أو بيلعبوا قدامهم الحاجات دي، لا طبعا نتجنبهم ونخليهم يبعدوا عنهم عشان ما يبقاش في أي تأثير نيجاتيف عليهم بتأدي إلى مشاكل في السلوك بتاعهم في المستقبل، والسلوك بتاعهم يبقى عدواني أكتر شوية. في أبليكيشن إن أنا أقدر أمنع بيها الحاجات اللي بتبقى على الموبايل، إن أعمل مثلا باسورد للألعاب دي معين، في موبايلات بتتيح حاجه زي كده ما خليهاش تقدر تتعامل عليه غير في حاجات معينه مش اكتر ولا اقل. هو الحل الامثل طبعا الرياضه، بس لما ما كانش ده مسموح في البورد جيمز، في ممكن الفاميلي اكتيفيتيز، كولورينج، الحاجات دي اكيد بتفيد. طول ما هم بيمارسوا الرياضه وعندهم لياقه بدنيه كويسه ولياقه ذهنيه، وكلمتهم عن الدين والدراسه، هتلاقي الموضوع يبعد عن الالعاب القتاليه، الالعاب الخطره يعني. ومتابعه طبعا من البيت، واهم حاجة متابعة البيت، الأم والأب.